بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. الحقيقه النهارده قبل ما ابدا الحلقه عايزه اعزي اهالي الشهداء اللي استشهدوا امبارح في الحادث الاليم. ربنا يرزقهم الصبر والسلوان، واحنا عزائنا الوحيد ان هم في مكان امين وربنا يرحمهم ويحسن اليهم. ان شاء الله النهارده هتكون حلقتنا عن موضوع بيت العيله. بيت العيله بيكون له مزايا كتير جدا وعيوب كتير جدا. في ناس بتبقى مبسوطه جدا، تقول لك لما وسند وعزوه وحياه، ولادي طالعين نازلين واهلي هم اهله ومفيش اي مشكله خالص. وناس بتبقى مخنوقه وزعلانه وتقول لك ده مفيش خصوصيه، مفيش راحه، زحمه، دوشه، مش عارفه اعيش. طيب ازاي نقدر نتمتع بجمال الحياه دي وازاي نعالج العيوب والمشاكل؟ ده هيكون النهارده ان شاء الله موضوع حلقتنا. بنرحب بالدكتوره جيهان حسين، استشاري نفسي واسري ومدير، ازي حضرتك، ومدير ومؤسس اكاديميه الدوليه لتطوير الذات. اهلا بحضرتك. الاول برضو نعزي اهل الشهداء وربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويربط على قلوب اهلهم كلهم يا رب. وعزائنا يعني انهم قتلوا في شهر كريم، ولعلهم يعني لعل ده خيرا ويكونوا فطروا في الجنه يعني. صحيح. الله اعلم. صحيح. يعني لكن ربنا يرحمهم يا رب. ربنا يصبرهم ويصبر اهاليهم، هم في مكان جميل والله، بس ربنا يصبر اهاليهم يا رب ان شاء الله. بس حقيقة النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بيت العيله. فالاول عايزه اعرف ليه اكتر المشاكل بتكون موجوده في بيت العيله؟ تمام. طيب خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا واساسيه ومحوريه. اولا انا دوري مش ان انا اتكلم عن رايي الشخصي كجهان اطلاقا، يعني انا دوري ان انا يعني اظهر كل وجهات النظر. تمام. او بمعنى ادق الف لك الصوره عشان تشوفيها من كل ناحيه. فاكره الصوره اللي احنا حطيناها من كام يوم عن وجهات النظر؟ قلنا ام واتش وتي وكذا. ايوه، كل واحد بيبص من ناحيته. فانا أيوة. شايفه مثلا الاستوديو دلوقتي من رؤيتي بحاجه واحلف لك عليها، وانت أيوة. شايفه حاجه تانية وتحلفي عليها. صحيح. واحنا اتنين نفضل نتخانق ونجادل وكذا. الشخص المنصف يحاول يلف ويتفرج من كل الاتجاهات. لكن اللي مش منصف للاسف شديد بيشوف الواجهه بتاعته ويصر عليها ان هو صاحب الحق، في حين ان لو لفت بيه الايام وقعد هنا مكاني وانا قعدت مكانه يبقى عيني صعبان عليه حاله هو في المكان ده. يعني هو دايما بيشوف حاله هو. وهي هتلف، وهي الايام هتلف فعلا زي ما حضرتك بتقولي. مش شرط والله. بصي برضو في نقاط عايزه برضو اوضحها، يعني كويس ان انت قلتي الكلمه دي. يعني اقدار الله يا جماعه ما بتمشيش بمزاجنا. أو هي في سنة كونية في الأرض، في سنن كونية، وفي كما تدين تدان، وفي كل الكلام ده. تمام. بس ده مع الناس اللي ربنا بيشاء إنه يطهرهم، لكن في ناس ربنا بيسيبهم يعني يمدهم في طغيانهم يعمهون، يسيبهم من غير ما يخلص منهم في الدنيا. فأنت تتعجبي يعني. يعني اللي حظه حلو هي اللي هتلف وتجيله. قصدك تقولي كده. اللي هيدرك كمان. اللي هيدرك ويحس إنه غلطان هتلف وتجيله عشان يحس بشعور اللي كان قدامه. ويدرك. ويدرك. أيوه. يقول لك يا ده أنا ظلمت فلانة زمان. أيوه. لما حصل نفس الشيء ويفتكر ان ده انا عملت كده. هو لو افتكر يبقى ربنا بيحبه لانه هيستغفر ويتوب ولعله يستسمحه. أيوه. او يستغفر له لو كان مات. يعني ممكن تكون انت بعد سنين تكتشف انك ظلمتيني. أيوه. واكون انا مثلا مت، هتجيبيني. أيوه. منين تقولي سامحيني؟ ممكن تستغفري لي بقى ساعتها ويا رب اغفر لها وسامحني ان انا غفرت على الاقل، فربنا نجاكي بانك تبتي قبل الوفاه. لكن في ناس لا. فالمنظور اللي الناس فاهماه، طب ما هو عايش حلو اهو، طب حرامي ربنا زايد له في ماله. ما هي مش دي النظريه. الحرامي اللي في عندنا اتنين حرامي، لو انا شبهها بالحرامي يعني. عشان ما اقولش اي صفه ثانيه الناس تفتكرني بقصد حاجه معينه. تمام. خلينا نقول اتنين حرامي. فواحد ربنا زايد له في ماله وعمال يكبر وعمال يتمتع وعايش في قصور، والفقراء هتتجنن تقول لك ما هو حرامي اهو ومش عارف ايه، ويجي لهم ايه يعني التباس. ايوه. وشخص ثاني حرامي برضه بس عمره ما يلاقي بركه. ما يلاقيش بركه في ماله ابدا، لا على حوادث، ولاده امراض، مش عارفه عنده ايه، يحصل ايه، يجيب. أيوة حاجه. أيوة. تتكسر. فهمت قصد حضرتك. ان اللي عنده البركه ده اسوأ حاله، اسوأ طبعا، لانه. أيوة. لانه بحرام. أيوة. بحرام. أيوة. أيوة. فاللي عنده الابتلاءات الشديده بيجي يوم يقول انا عشان عايش عيشه حرام. فبيجي يوم في امل يتوب. يبتدي يقول ايه، انا ربنا ما كانش مبارك لي في حاجه. ده الحلال ارحم. يعني كان ما كنتش هشوف ابن عاق، وما هشوف الامراض، ومش هشوف الحوادث. أيوة. مش هشوف ده وده وده. تمام. لكن اللي للاسف اللي هو بيبقى عايش منعم بالمال الحرام، وتلاقيه بيتصدق.
هو اصلا ربنا لا يقبل صدقته أكيد. اساسا اكيد، لان الله طيب لا يقبل الا طيبة. الطيب، ولكن هو ظانن ان ربنا بيقبل بما انه عايش في بركه، هو شايفها بركه، لكن هي الرؤيه مختلفه يا جماعه جدا. تمام. نفس الكلام بالنسبه للظلم بكل اشكاله والوانه. فانا كل اللي بقوله يا جماعه يا ريت نكون منصفين. بيت العيله هو في ناس قالت لي ما سميتيش ليه بيت العز، وطيب ما نقول بيت الذل، ما في ناس هتقول لك ده بيت الذل. ليه؟ لانه بيت العيله هو عز لاهل العيله، للعيله نفسها. ايوه، لكنه قد يكون بيت ذل. انا لا بقول قد، وخلي بالك انا دقيقه في الفاظي، ممكن يبقى العكس. ايوه تمام. أيوه. قد يكون بيت الذل للزوج او الزوجه اللي هم داخلين عليها. الغريب علينا. الغريب يعني مثلا هو بيت زوجي، بيت عز ليه هو، لكن ممكن بالنسبه لي انا لا ده بيت غريب. بالظبط كده. وليه قلت قد؟ لاني خليه برضو تاني أأكد على نقطة مهمة. أنا هنا مش بتكلم على الناس الكويسين ولا على الناس المنصفين ولا على الناس الطيبين. في بيوت عائلة كانت بيوت جميلة، عايشوا فيها في سلام وفي أمان، كانت الأسرة طيبة والزوجة والأزواج ولا الزوجات طيبات، وكانوا عايشين عيشة جميلة جدا، وماتوا هم حلوين والدنيا تمام زي الفل. أنا مش بتكلم على الحالة النورمال، أنا بتكلم عن مشكلة قائمة وبنحلها. فعشان كده احنا جايبين الزاويه بتاعت المشاكل، مش الزاويه بتاعت الايه، الحياه العاديه اللي ماشيه تمام. اللي ماشيه تمام. طيب اسباب المشاكل دي اتفضل. طب انا بس عايزه استاذن حضرتك في حاجه. ايه رايك ان احنا نقسمهم؟ يعني انا عايزه اقسمهم ان واحده دلوقتي متزوجه فعلا وحياه قائمه وفي مشاكل، وواحده مقبله على الزواج وفي خيارات قدامها، هتقدري تعيشي في بيت عيله ولا لا؟ خلينا برضو خلينا في الاول في المتزوجه وبعد كده، ولا هتحبي حياتك العكس؟ بصي هي عادة أنا إيه، ما فيش مشكلة، هي بنتكلم فيها في الجابتين مش هتفرق. أنا عايزة أنصح ولادنا بس، يعني اللي مقبلين على الزواج إنهم يبقوا شايفين الصورة كاملة، واللي متزوجة ومعاها أولاد الوضع برضو وضع تاني. يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة. أيوة. اللي برضو مقبلين على الزواج ممكن يكونوا برضو شايفين الصورة كاملة، لأن هم عايشين مع أمهم في بيت عيلة أو مع أبوهم في بيت عيلة. يعني انت فاهمه قصدي؟ ايوه. فهي الفكره دايما زي ما بقول تاني، انت بتبصي من انهي زاويه، انت قاعده فين، اي انسان يعني قاعد فين. قصدك انهم مستوعبين وممكن يندموا برضو. بصي حضرتك لما بتسوقي العربيه وانت جايه في الطريق، انت بتبقي شايفه الازاز قدامك، شايفه الطريق قدامك، صح؟ صح. في نفس الوقت انت عينك بتبص على المرايه اللي بتشوف الخلفيه، صح؟ صح. في نفس الوقت عندك مرايتين على الجنب. كل واحده ظهرك حته من الشارع. طب لو ركبتي طياره وطلعتي فوق هتشوفي كل الزوايا بشكل مختلف تماما. اكيد. فانت وانت جوه الحدث غير براه، وجواه ازاي بقى حسب ظروف حياتك. فعاده بتلاقي لو الشخص كان بيجد معاناه في بيت اهله، فبتلاقيه بيروح يختار البيت النوع الثاني علشان يهرب. يعني لو انا عايشه في بيت عيله وشايفه الدنيا كلها خناقات وحروب وبتاع، طبيعي جدا هتلاقيني كارهه بيت العيله واروح اختار البيت الثاني. أيوة. اللي هو اللي انا عايشه لوحدي، استقر لوحدي. استقر لوحدي. صحيح. والعكس. ايوه. والعكس لو زهقان من البيت الواحد يبقى عايز بيت عيله، الوحده وان نفسه بيت عيله، ده بيت العيله ده لذيذ وظريف، ما بقاش باصص على الجانب المشاكل. أيوة. فتلاقيه بيروح عليه بقلب جامد، وبعد كده يفوجئ بالمشاكل، ممكن يفاجئ بحاجات كتير. طيب يبقى انا هنا الموضوع عندي له يعني اوجه كتير جدا لازم نشوفها بشكل صحيح. تمام. اول حاجه خالص، اول حاجه خالص العدل يا جماعه. انا عايزاه يبقى بيت العدل. انا عايزه اسميه بيت العدل. العدل عارفين يعني ايه العدل؟ بمعنى يعني اللي ما اقبلوش على نفسي ما اقبلوش على غيري، ما اقبلوش لبنتي ما اقبلوش على مرات ابني. أيوة. واللي ما اقبلوش على لابني ما اقبلوش على جوز بنتي. ايوه صح. يا جماعه احنا ما عندناش عدل، احنا بنتكلم في الحق لينا. لما يبقى مشكلتنا فعلا، لما يبقى العكس يعني بنحول الحق الباطل والباطل لحق، دي مشكلتنا فعلا. دي مشكله خطيره جدا. محدش منصف، محدش بيقبل كلمه الحق. كل واحد انا بقول له يعني انا شايفه ان زمام الامر في موضوع البيت العيله. انا شايفه ان لو الست عايشه في بيت عيله، يبقى زمام الامر في ايد الراجل. زمام الامر في ايد الراجل، الراجل لوحده. لا لوحده صح. لا لوحده. هقول لك ليه. ولو العكس، لو العكس هو اللي عايش في بيت عيله زوجته، يعني زوجته. يبقى الامر في ايد الزوجه. طب يعني ايه الكلام ده؟ اولا خلينا في العام، ان الست هي بتقعد في بيت الراجل الزوج. الزوج. أيوة.
انا ليه قلت الراجل هو الاساس؟ طبعا هو الاجداد ليهم دور وليهم دور اصلا في التربيه وفي التربيه والنشاه على على الاسس الصحيحه والسليمه والعدل والظلم والافتراء وكل حاجه. يعني انا بقول يا بيطلعوا شخصيه سويه يا اللي بيطلعوا شخصيه مش مظبوطه. جميل. لكن انا لما بقول الراجل ليه بقول الراجل مسؤول؟ لان المفروض ان الراجل هو القوام، هو اللي ازاي يعمل كنترول ويتحكم في العلاقه ما بين الزوجه وما بين اهله، بيحب امه وبيحب اخته لان هو سنتر. ما انا الزوجه مش يعني هو مش عمره ما هيحصل بينهم مشاكل لولا الراجل ده اتجوز دي وجابها هنا. يعني هو حلقه الوصل بينهم، هو حلقه الوصل. فانا النهارده انا الراجل، فانا عندي اهلي بحب امي وبحب اختي وبحب اخويا، لكن وعندي وبحب مراتي. فبتفضل الحرب بينهم. لو هو ما عرفش يحكم ان دي ما تتدخلش في حياتي دي ولا دي تتدخل في حياتي دي ويعمل كنترول ونبقى حبايب ساعة الغداء ولا ساعة العزومة ولا ساعة المقابلة والمناسبات، لكن بيتي يعني بيتي يعني ما يعرفوش داخل بإيه وخارج بإيه وما فيش الكلام ده. لكن اللي بيحصل غير كده، اللي بيحصل إن الراجل عادة والأم غالبا اللي من هذا النوع أو اللي بيكون فيه بتلعب على وتر الغضب الأم. يعني بلعب على الوتر ده، ان انا هغضب عليك لو ما عملتش كذا او لا وما طلعتش، ولو سالته فهو يبقى خايف من غضب امه فيعرفها كل حاجه. لا يا جماعه، هو مش ده رضا الام. يعني رضا الام مش معناها انها تعرف اسرار بيتي. مش ده ولا لا، كل واحد له خصوصيات ولازم الام في خصوصيه بينك وبين زوجتك. في ناس كتير جدا كانت في بيت عيله تقول لك انا لازم لما اعدي كل حاجه تعدي على البيت كله. الاكله اللي تيجي هنا يقول لك الام بتربي والاب على انه ده عدل، ان الحاجه اللي ياكل لقمه هنا ياكل البيت كله ياكلها. مين قال كده؟ هل انت اعدل من الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. لما ربنا سبحانه وتعالى جعل كل اخ واخت، كل واحد عايش ليه رزقه وليه حياته. انا ممكن اكل كباب واختي ما عندهاش تاكل، والعكس. احنا مطالبين بقى ايه؟ ان احنا نرحم بعض وان احنا نعطي بعض وكل حاجه. انا لا امنع الخير، انا مش ده القصد خالص. بس اذا ما حصلش مش هيبقى ده سبب لمشاكل. ايوه ده بالظبط. انا من حقي ان انا اعيش اقفل على بيتي، ما حدش عارف لقمتي ايه ولا باكل ايه ولا بشرب ايه ولا بعمل ايه، مشاكلي ايه، طباع زوجتي ايه وطباع زوجي ايه. دي مشاكل كبيره جدا. فالست انا بقى عايزه اخاطب هنا في الحته دي الرجل اللي هو يعتبر زوجته معاه في بيت العيله. اولا في الاصل الزوجه اساسا يعني اسيره عند الزوج. اساسا يعني ده من غير حاجه، ده لو في الشقه لوحدها بره، لو في امريكا لوحدها ما عندناش مشاكل. هي اسيره عنده. تمام. لان هي هو اللي حاكمها وهو اللي في ايده عقده النكاح وهو اللي في ايده القوامه وهو اللي بيقول لها روحي وما تروحيش وما تجيش وتعالي حتى لو هم في شقه واحده. طيب حضرتك ما بالك انا قاعده في وسط كم هائل، انا لوحدي الغريبه. ما هي نبقى كلنا بحب وتحسسوني ان انتوا اهلي وان انا ما جيتش هي واحده من البيت وان انا واحده منكم. ايوه. يا اما انا اسفه جدا انا لوحدي برضو مالكوش دعوه بيا. يعني بما ان انا كده لوحدي وانتوا معتبريني غريبه، طب خلاص برضو ما تعرفوش حاجه عني. طيب. نيجي نلاقي ان الراجل هنا هو اللي مش عارف يحكم زمام الامر. يا اما بصي بقى، يا اما يضغط على الزوجه جامد علشان هو بيبر امه وخايف من غضبها. فيفضل يضغط على الزوجه سنين، معلش دي امي، يا ريت ده كويس. الكويس يفضل يقول لها معلش دي امي. اللي مش كويس بقى يقول لها هي عندها حق، ما انت غلطانه، ما انت ليه عملتي كذا وكذا. يا اما بقى سوري يعني يكون راجل يعني ميال للمراه جدا وبيحبها جدا، ده ممكن يبيع امه يبيع يعني. اهله. لا ده صح ولا ما فيش توازن. طب افرضي ان هو راجل كويس وعامل اللي عليه، والمشكله عند الزوجه. لا انا مش هنا بكلم دلوقتي في ان هو يعني حضرتك هتتطرق ليها في وقت تاني. لا طب تمام. انا بتكلم لان برضه عشان نبقى منصفين الراجل مسؤول برضه في الحالتين هيبقى ما هكون مسؤول. يا فندم حتى لو كانت شخصيتها اقوى من شخصيته يا استاذه برضه يبقى عيب في الرجوله. دخل مشكلة الرجوله يا فندم. يبقى مشكله انا الراجل لابد يكون هو اللي حاكم الامر. مفيش حاجه اسمها ست تمشيه ولا امه تمشيه. يعني امه يبر امه في حاجات معينه، لكن تقول له مثلا اعمل في مراتك كذا وسوي ولا حاضر. لا طبعا في حدود كده. يعني في حدود، لا الام تخرب بيتي ولا مراتي تقلبني على امي. ايوه صح. فالراجل لابد يكون عنده عمليه حزم وحسم للامور. وهو اللي يعمل كنترول. لو هو من اول الزواج مثلا اول ما مثلا مراته قالت له امك ما تجيش، لا ده بيتي بقى ونعمل كذا ونحط نظام، او هي تحط الرولز من البدايه. اوكي. لكن اول او من اول الزواج مثلا امه
من اول شهر في الزواج. ما هو الحاجات بتبان من البدايه، من اول خطوبه بتبان انها بتتحشر في حاجات ملهاش فيها. هتبص تلاقي من هنا ابتدت، لو هو خاف وكش وترعب وعمل حساب وقصص دي كلها، تلاقي الدنيا قامت حرب، الدنيا بتقوم حرب صح. فانا لازم اعمل عمليه حزم شديده جدا، عمليه ان انا ابتدي هو كراجل يبقى عارف ومظبط اهله واهله اللي هو امه واخواته وكل حاجه، ان حياتي الخاصه من اول الخطوبه وتقدمت ودخلت بيت خلاص، انتوا دخلتوا معانا في الاتفاق وقلنا هنجيب شبكه ايه ومهر ايه والقعده في الاساسيات بس خلاص. بعد كده انتوا ما تعرفوش حاجه عننا خالص. ايوه عاملين ايه؟ الحمد لله محدش يتدخل الحمد لله. دي بقى متخانقين مش متخانقين، هي الحمد لله. نفس الكلام مع عروسته او زوجته او كذا، هو ما بيتكلمش في حاجه عن اهله، عايز يحكي من باب الفضفضه. هو ربنا قال ايه؟ لتسكنوا اليها. عايز اعمل حلقه لتسكنوا اليها دي. ايوه ربنا جعل كل اسباب الزواج لتسكنوا اليها، اللام هي ما كتبش حاجه تانية. لزوجته بس لتسكنوا اليها. يعني سكن يعني امان. يعني ثقه، يعني سرك في بير. يعني هو انا عمري اقعد في بيتي؟ يعني سوري، انت حضرتك قاعده ومتزوقه ولابسه وكذا، انت عايزه تقعدي في بيتك بحريه، تقعدي فين في حريه اذا كانش بيتك تعرفي تقعدي فيه؟ صحيح. طب لما تبقي قاعده في بيت عيله وتلاقي مثلا ده في اكتر بقى، انه سامح لاخواته الرجاله يدخلوا، وتبقي انت مش عارفه تقعدي براحتك، مش عارفه تقعد القعده بالحجاب طول الوقت لو هي محجبه، علشان هو يقول لها وايه يعني اخويا يدخل وقت ما هو عايز. ده في ابشع يعني. أيوة. في حالات بتبقى صعبه جدا. فالامور هنا، انا لو مش هقعد في بيتي براحتي هقعد في بيت فين؟ مين؟ ايوه. وبعد حضرتك يعني ان كده المسؤول عن الموضوع ده الراجل وزمام الامور الراجل. طبعا طبعا. طيب في حاله ان هو مش عارف يظبط الدنيا، وده غالبا اللي بيحصل هنا بقى، بيحصل بقى من هنا بتحصل ايه المشكلات؟ مشكله كبيره. المشكلات بتاعت ايه؟ ان الزوجه بترجع تقول انا عايزه اسيب البيت، انا عايزه انفصل. طيب هل بقى لو قالت له كده يبقى هي كده خلفت عهدها معاه؟ ان هي كانت موافقه الاول وراضيه. طيب موضوع العهد يا جماعه، لو سمحتوا تاني بعد اذنكم، وعاشر العهد مش لسنوات يعني سنوات قدام، يعني مش لسنوات مستقبليه. ايوه. العهد ان انا عهدك دلوقتي على شيء، اقول لك انا هديكي كذا، هعمل لك كذا، هقابلك في الحته الفلانيه، اعهدك لو ده اتفاق يعني على حاجه وقتيه يعني. ايوه حاجه تمام. وقتيه انا اضرب بيها بظروفي حاليا. انا قلت هطلع من جيبي، اعهدك لو مثلا برنامج ناجح هجيب لك هديه مثلا. يعني يبقى في حدود امكانياتي، لكن اوعدك بحاجه بعد 10 سنين يمكن انا افتقر، يمكن اكون مت، يمكن اكون مشاعري اتغيرت. بعد سنه واحده ممكن كل احاسيسك تتغير. طب افرضي انا لما عهدتك كان عندي نية تانية، يعني انا موعداكي لا تمام، انا بيت عيلة وتمام وكل حاجة، لمجرد ان هي تتزوج وتحمل، او مثلا تخليه ما يقدرش يستغنى عنها بلغتنا، وبعدين تقول له لا انا مش هعرف اعيش، انا عايزة انفصل. تاني انا هقول لك يا جماعة، والله النية دي ما حدش يقدر يلعب فيها. يعني النية دي عند ربنا سبحانه وتعالى. اي يعني لا انا بسالك على يعني هي بالنسبه لها هي قدام ربنا. لا هي قدام ربنا دي بصي، ما انا يعني انا بكون انا عارفه ان انا باديه بكذبه، انا بقى لا ما هنا العهد العهد اللي انا ده مش عهد بقى. لا صح؟ لا ده هنا اذا عاهد غدر. ايوه. لانه انا حضرتك هنا العهد اللي انا بعهدك بيه، وانا اصلا عزم النيه على مخالفته. أيوة. هو ده عين الغدر وعين مخالفه العهد. أيوة. تمام. فاهم قصدي؟ أيوة. لكن انا بتكلم في جزئيه ثانيه، انا بتكلم ان انا ممكن جدا اوافق على وضع زواج دلوقتي، ان انا اتجوز بيت عيله مثلا، جم الناس شكلهم طيبين ولذاذ، وقلت الله دي عامله زي ماما، ورحت متجوزه على اساس ان دي عامله زي ماما. بعد اول شهر لقيتهم بيتدخلوا في حياتي وانا لسبب او لاخر. تمام. من حقي جدا بعد شهر، مش بعد سنه ولا سنين ولا 10، لكن ما اكونش بقيت النيه من الاول. لا اصل بصي، عشان يعني برضه ما تعاقبش قدام ربنا يا جماعه، لانه النوايا دي بتاعت ربنا لا يعلمها الا الله. ايوه. انا ما اقدرش اجزم بيها. يعني انت ممكن بصي هنا بقى، النظره اللي هي بتبقى كلنا بنعملها، لو هو مثلا اخوكي وهي راضيه تتجوز معاكي في بيت عيله، وبعد شهر قالت له انا مش عايزه اسيب العيله، او بعد ما حملت او بعد ما خلفت زي ما انت بتقولي، انت هتقولي ايه؟ دي مبيته النيه، شفت استنت لما اتمكنت. أيوه. ده اللي عايزه اقوله، حضرتك ما تقدريش تجزمي بذلك. ايوه. مش شرط. ايوه. لا انا مش قصدي ان انا احكم على شخص معين. لا مش قصدي كده، انا قصدي ان حضرتك يعني ما نتكلمش في حته النوايا. ايوه. لاني انا عمري ما هقدر اجزم عليها، انا ما اقدرش اجزم ان انت اكيد نيتك، الا بقى اذا كان عندي ادله بعد كده. ايوه. يعني دلالات، لقيت واحده مثلا كانت رقيقه وكذا، وقلنا دي عروسه جميله وبتاع، وبعدين اول ما اتجوزت شوفنا وش تاني. لا انا بس هنا السؤال ده، يبقى كان ترتيب، مش عشان نيتهم. يعني انا عايزه اقول ايه،
عايزه اقول لبناتنا ان هم يبقوا صادقين ان انا هقدر اعمل كده، اقول هقدر والله، بصي مش هقدر ابقى صريحة، اقف في المرايه، ارجع للمرايه بصي حضرتك واكون صريحه مع نفسي، بس ده غرضي. بصي حضرتك انا والله بحب طيبتك قوي يعني حقيقه يعني، ربنا يخليك حضرتك، وحضرتك من الناس الجميله المحترمه، ربنا يخلي يعني حضرتك الف شكر. لكن والله حته اقول لحد كن صادق وكن كذا، المواضيع تربيه كبيره يعني. بناتنا واولادنا، بناتنا واولاد يا دكتوره مش عايزين نصايح والله، بيسمعوا. أيوة. لما بتوصل لهم النصيحه من حد زي حضرتك، من حد زي حضرتك هيتقبلوها. لا انا ما بقولش ما تنصحيش، انا ما بقولش ما تنصحيش. أيوة. بس انت خلينا نقول الاساس. أيوة. الاساس لو انا متربيه تربيه صحيحه، أيوة. خلاص انا هبقى النصيحه هتؤثر فيا جدا. لكن ما احنا مطلوب بنقول لطوب الارض صلوا، ما حدش بيصلي وكل الناس بتصلي مثلا يعني. أيوة. اللي بيصلي اللي هو اساسا برضو كان في خير وفي بذره خير مزروعه في من صغره من اهله، وغرز ربنا وغرز الخشيه وغرز الرقابه وغرز حاجات معينه. فابتدي لما اجي انا بقى اقول له كلمتين هو ما بيصليش، واجي اقول له حرام والصلاه واهميتها، يبتدي يخشع ويصدق ويصلي. بس تمام. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، واضح ان الكلام هيطول. طيب نطلع فاصل يعني. ونرجع تاني، استنونا. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. بيكم مره تانية، ولسه منورانا الدكتوره جيهان حسين. طب يا دكتوره احنا اتكلمنا عن الزوجه، انا بقى عايزه حضرتك كمان تقولي لي دور الام في تقليل المشاكل عشان نبقى منصفين. ما بصي هقول لحضرتك حاجه، انا لما كنت بتكلم هنا انا ما كنتش بقول الزوجه يعني او جيت على الزوجه، انا ما جيتش بالعكس على الزوجه. بالعكس لا، بالعكس انا كلامي كله كان قد ايه ان هي قاعده اسيره، في مع ان ممكن تكون هي اللي تدخل تولع الدنيا. انا اللي جيت على الزوجه مش حضرتك. يعني هي حتى ممكن تدخل تولع الدنيا اصلا يعني بالعكس. ده في زوجه بتبقى وحشه بتدخل تولع الدنيا وتفرق الاخوات وتعمل بلاوي زرقاء يعني. تمام. لا مش ده اللي بتكلم فيه، انا بتكلم في خلينا كده في نبدا الحدوته بتيجي منين يعني. اولها بيجي منين. تمام. الاب لما بيفكر ان هو يعمل بيت عيله بيبقى حاجه من الاثنين، او هي بتبقى غالبا انه بيحب اولاده قوي وعايز يطمن ويبني بيت ويطمن ان كل واحد عامل له شقه او كذا، يا اما بتبقى جانب مادي شويه فيقول لك ايه احنا هنوفر هنشتري شقه بكام، الفلوس دي هنعمل بيها بيت واحد لكل واحد شقه للكل. تمام. فالنيه بتبقى يعني ايه غالبا بتبقى نيه طيبه لاولاده. ايوه. ما اظنش يعني ان في حد بيبقى نيته التسلط يعني. لا اكيد لا. لا الجزئيه دي ما اظنش. أيوه. بس هو اللي بيحصل ايه انه الشعور ده لما بيكون عند الاب والام اللي بيعملوا بيت العيله اساسا، بيفضل عندهم شعور ان اولادي ما اتجوزوش.
عارفه الاحساس دي مشكله ده. ايوه يعني انا عايزه نحسن الظن عشان برضو نفهم الزوجه هي بتفكر الام بتفكر ازاي. ايوه احنا بيبقى متجوزين يعني انت معاكي اولادك دلوقتي في البيت 3-4 صبيان بنات مش عارفه ايه ايا كان زي ما كانوا. ايوه فانت المتحكمه انت المتسلطه انت بتاكليهم انت اللي بتشربيهم حاسه ما فيش حاجه غريبه انا اولادي عارفه عنهم كل حاجه عارفه كل واحده بتقبض كام عارفه كل راجل معاه في كام. أيوة. فالدنيا بالنسبه لنا ما فيهاش اي عاديه سهله عاديه. فلما بعمل بيت عيله ببقى سنه كده في واحده كده جايه غريبه كده تاخد ابني ولا واحد ياخد بنتي والحاجات اللي بيحسوها دي. ايوه فطبيعي الام اللي من هذا النوع والاب اللي من هذا النوع بيبقى متسلط يعني بالفطره يعني هو يعني ممكن يتعود على كده حياته كلها ممكن يكون كمان شخصيه مسيطره اصلا ممكن تكون وبالتالي خلاص انا اتعودت اعرف كل حاجه عن ولادي ايه لما اتجوزوا دي هيخبوا عليا ليه. ايوه يبقى ده تفكيرهم مش انه دخل لانه ما فيش نشاه او تنشئه دينيه صحيحه. يعني انا ما عرفتش الضابط الديني الصحيح ان انا اعرف حاجه عن ابني ولا بنتي ولا لا. لو انا عرفت ده خلاص هبقى انا متدينه وكل حاجه هبتدي اقفل على نفسي بابي. عرفوهن تاني كده يا دكتور عرفوهن تاني يعني انا النهارده لو انا ابني اتجوز النهارده ومعايا في البيت حدودي ايه؟ حدودي ابني كل يعني بصي حضرتك هو المفروض ان هو يشيل امه لو هي ملهاش زوج يعني افرضي ابوه مات ملوش اخوات كبار ملوش كذا هم الراجل المطالب يشيل امه يشيل اخته يشيل الميراث لما اتكلموا في حضرتك يشيلها ماديا يشيلهم كل حاجه يعني هو الراجل العيله انا ما عنديش راجل غيره مثلا فعشان كده لما بيتكلموا في الميراث وازاي الميراث ضعف الراجل ده في المراه والكلام ده طب ما هو شايل الشيله يا ست شيلي خدي النص الثاني وشيلي عشان هو ممكن مش هتعرفي تشيلي انت مش هتعرفي تشيلي الشيله دي ولا تقدري عليها. ايوه لكن هو بيعمل دليل ان هو المفروض مطالب انه يشيل امه يشيل اخته يشيل طب يشيلهم امتى برضه عشان الامور تتفهم صح ما تبقاش اخته متجوزه ويشيلها في حاله عدم وجود بديل الاب مش موجود تسلسل في انا عندي تسلسل للشيله مش يلا بقى تبقى واحده متجوزه وراجل معلش يعني سالت ايده من المصاريف واخوها بيصرف عليه لا طبعا يعني لا طبعا مش في امور كده. طيب أيوه. خلينا نقول لو كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه الحياه كلها هتبقى زي الفل. لو انا دلوقتي كأم عرفت حدودي ابني ولازم يطيعني وكل حاجه بس انا مش مينفعش اخنقه ابني اتجوز هكون رحيمه برضو عليه ورحيمه ليه بقى لان انا عندي برضو بنت. أيوة. يعني انا ما بيغزنيش غير اللي عندها صبيان وبنات عارفه أوه. اللي ما عندهاش بنات هقول ما جربتش هقول مش حاسه مع ان سوري انا اسفه. أيوة. انا بحاول ادافع لكن هي الحقيقه ما انت كنت زوجه لا وانا انسانه في الاول لا انت يعني. نفسك كأم أيوة. كنت زوجه انت ما جبتيش بنات بس انت كنت زوجه وعايزه زوجك يدلعك وعايزه زوجك يجيب لك وعايزه زوجك يسفرك وعايزه زوجك يفسحك وعايزه زوجك ليه مش عايزه يعمل ده مع مراته. ايوه صحيح يعني ما انت كان نفسك زوجك ده غالبا بتبقى حاجه بقى نفسيه كتير يعني ممكن تكون هي زوجها كان مثلا يعني ضعيف في الشخصيه سلبي ما بيعمل لهاش كذا وكذا فيحصل عندها حقد فاكره ما قلنا المقارنه فانا بقى مش قادره اشوف ان ابني بيعمل كده في مراته بيفسحها وبيهنيها وبيعملها في بقى اسباب كتير يعني بس احنا بنقول حتى لو انت ما عندكيش رجاله ما عندكيش بنات فانت في نفسك يعني انت نفسك ست صحيح ايوه انت صحيح. نفسك ست ايوه طيب يبقى انا هنا مطالبه ان انا اعرف حدودي كأم يبرني امتى وتاني امتى وخلي بالك كل بيت ليه وضع غير التاني يعني في ام زوجها متوفي اللي هو الاب يعني ابو الراجل او في واحده زوجها عايش معاها في لسه معاها ابن ما اتجوزش طب انت ماسكه في اللي اتجوز ليه ما يعني أيوة. يعني عندك بدائل أيوة. خلي بالك كمان ساعات بيبقى في ابن مطيع وابن عاق أيوة. فانا باجي على التاني اكتر فتفضل تقرفه بقى يعني مادام طيب نضغط بقى فهي الفكره مش في كده خالص هي الفكره ان احنا نعمل ايه نفكر كده ونتعدنا فاكره لما كنا بنقول حطي قلبك في عقلك حطي عقلك في قلبك وحطي قلبك في عقلك طيب انا لما احط عقلي في قلبي ما هي دي مشاعر برضو هي كلها طبعًا حب طبعًا بس كلها انا من حبي لابني صحيح بتصرف كده من غير ما افكر الحب ان انا يعني بتصرف من غير ما افكر فممكن اكون باذيه وباذي مراته وباذي نفسيته وبوظ يعني حياته ببوظ حياته ببوظ حياته وهو نفسه ممكن يكون مش سعيد مش بس مش بس زوجته يعني يعني دي بتبقى مشكله كبيره. ايوه طيب نقول للزوجه نفس الكلام لما تيجي بقى تقبلي انت خلاص قبلتي الزواج انا ما اعرفش انت قلتي لي هنبدا بالناس اللي اوريدي متجوزين. ايوه طب احنا لو بدانا بيهم ما انا عشان كده بحب اسال بقى أيوه. انت اصلا قبلتي تتجوزي بيت عيله على اساس ايه؟ على اساس انك انت ما عندكيش وعي اصلا لبيت العيله فانت وافقتي وخلاص عريس جه فدخلتي بيته وخلاص ولا انت كنت واعيه ومدركه لبيت العيله
ومثلا ما كنتش مثلا عارفه المشاكل اللي هتحصل مع الاشخاص دول تحديد يعني، ولا كان يعني انت قبلتي ليه اصلا البيت العيله، ولا عشان مثلا العريس اللي جه هو ما عندوش شقه غير في بيت العيله والعريس لقطه، فانا انا مستشفه من كلامك كده ان حضرتك مش مرتاحه لفكره بيت العيله، ولا انا بتهيالي؟ بصي هقول لحضرتك، يعني حاسه انك مش هتنصحي بيه البنات. مش هنصح بيه البنات؟ لا انا هقول حاجه. انا في نقطه تانية انا هكررها. انا واحده بيجي لي استشارات، استحاله انا هجاوب الناس اللي بتجي لي على هوايه، ولا أكيد. على اللي بيريحني او ما يريحنيش. انا ما يريحنيش دي حاجه، لا وان انا اقول لها كده دي حاجه تانية. لو جات لي واحده تقول لي انا جاي لي عريس من بيت العيله، انا عمري ما اقول لها ارفضي. لا انا هقول لها حاجه تانية. هقول لها اعرفي مزايا على فكره بيت العيله دي، مزايا كتير اكيد، ليه مزايا كتير جدا 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 جدا. لو كان صحيح يعني، لو كانت الخطوات ماشيه مظبوطه وكل واحد عارف حدوده وكل واحد عارف. حتى هو مش صحيح تاني، هرجع اقول لو انت وانت بتختاري، انت شخصيه اجتماعيه بتحبي الهيصه وبتحبي اللمه وبتحبي الاكل وبتحبي الناس كلها تاكل مع بعض وبتحبي الجو ان احنا كلنا مع بعض دي، بيت العيله مش هيسبب لك معاناه كتير. هيسبب لك معاناه بس لو انت بتعرفي تتعايشي وتتخانقي مع اللي بيتخانق وتحلي امورك. الامور هتمشي معاكي، مش هيبقى عندك مشاكل. لكن لو انت بقى شخصيه انطوائيه، دي مشكله كبيره، شخصيه بتحب سبيشال قوي، تحب الخصوصيه جدا، دي هتبقى بالنسبه لها عذاب. يبقى لازم كل واحده تشوف هي عايزه ايه بقى. زي ما قلنا اول حلقه خالص، فهي دي الفكره. انا بقى عشان كده لما حضرتك بتسالني دلوقتي بتقولي لو جات لك واحده اقول لها ما تجي. لا انا ما اقدرش اقول لواحده كده. زي ما بقولش لواحده ما تتجوزيش، ما بقولش لواحده اتطلقي، ما بقولش، انا ما اقولش لواحده اي حاجه. كل واحد يشوف حياته. انا جه لي واحد عايزني اتجوز بيت عيله، لو انا جهان يبقى انا هقول رايي شخصي ليا انا، عشان انا دي حياتي انا. لكن لما هتجي لي واحده هي مش جهان، فهي ممكن ترضى باللي انا ما ارضاش بيه او العكس، فانا هنا مش هخاطبها بالنقطه دي. بس انا هقول لها بيت العيله ليه مزايا كتير، بتلاقي نفسك في وسط اهل، بتحسي بشعور الامان لانك مش خايفه من البيت اصلا، حتى لو كان البيت ده في صحراء مطمنه ان معاكي اهل واسره. هو بيت العيله بصراحه بيكون له حاجات مميزه، له حاجات حلوه جدا. الاطفال بتطلع كمان في العيله كلها اصحاب، وبيبقى في عشره وفي طالعين مع بعض اطفال العيله كلها. لا بلاحظ كمان شخصيه والعيد. الاطفال في بيت العيله مختلفه عن شخصيه جداً الاطفال جداً في بيت جداً لوحدهم، وفي وبيبقى في ترابط، دي ملحوظه فعلا. وفي ترابط وبيبقى في احساس بالعيله. واللمه، عارف عمتي، عارف خالتي، عارف كذا، بيبقوا الاولاد عارفين. لا وبيحصل كمان صله رحم عاليه، صله رحم عاليه جدا يعني. بتلاقيهم لو جيتي مثلا تعرفتي النهارده على حد جديد، تقدري تعرفي انه كان في بيت عيله من كتر ما يقول لك ايه، انا اصل انا بنت خالتي هتتجوز انا بنت. لكن البيوت اللي هي لوحدها دي تلاقي مش عارف اصلا بنت خالته، مش عارف خالته اصلا، عارفها بس سامع عنها او شافها بسيط او مش قادر يعرف. ده سبب ان الموضوع منتشر يعني مش منتشر زمان بس ايام بلادنا في الفلاحين، ده منتشر دلوقتي. انا بسمع ناس مستويات عاليه جدا تقول لك انا خدت يعني عماره كامله وحطيت فيها اولادي، حتى هي تقول لك بنتي كمان خدت شقه لبنتي. بنتي بقى نيجي بقى الحته بتاعت نرجع بنتي. الموضوع بنتي الحته بتاعت بنتي بقى، لو هي البنت اخذت الزوج عندها، الحقيقه يعني بوجه عام، انا خلي بالك انا لحد دلوقتي بتكلم بجيب المواضيع ليها ابعاد كتير، بس بوجه عام الراجل هنا بيكون منكسر، لانه عاده الراجل اللي بيقبل يتزوج في بيت عيله زوجته اللي هو رايح يخطبها لسه من البدايه، بيكون غالبا ماديا مش قادر يجيب شقه، وعروسته دي اهلها عندهم الشقه. غالبا الاب يا اما بيكتبوا عقد ايجار وعشان يدفع له ايجار، عشان يقول له طب انا هدفع ايجار عشان يعني يتحايل على الموقف يعني عشان احس ان انا بيتي. لكن هو شعورا يعني صدقا مش هيحس قوي بيته، حتى لو جيت خانق هيبقى حاسس ان ابوها سامعه، ولا امها قاعده جنبه، ولا هي هتروح تجري تعيط على الشقه اللي جنبها تقول لهم الحقوني ده بيتخانق معايا، فمش هياخد حريته في بيته. وخصوصا لو هو شخصيه ضعيفه شويه ممكن يبقى سلبي اكتر، ممكن تبقى هي برضو المسيطره. دي بتبقى عيوب خطيره جدا لما الراجل هو اللي بيتزوج في بيت عيله زوجته، لانه بيفقد شعوره بالرجوله الكامل. لانه خلي بالك الرجال قوامون على النساء بايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، رقم واحد. نمره اثنين، وبما انفقوا من اموالهم، ان هو يجيب الشقه وان هو اللي يبقى مسؤول. فهو لو مش عارش الشعور ده ان هو الاعلى وهو اللي بينفق، لان متعته انه ينفق، ومتعه المراه انه ينفق عليها. يعني الست لو اشتغلت، دي طبيعه، دي طبيعه، ده فطره. سبحان الله، لو هي صرفت على الراجل تقول له ده انا بجيب لك، ده انا اللي بصرف عليه، هي مش عشان المن وكذا، لكن هي حاسه بتعمل حاجه عظيمه، يعني حاجه كبيره. في حين ان الراجل شغال ليل ونهار شقيان بيصرف عليها وبيجيب لها طلباتها وبيعمل لها كل حاجه، ده الاصل.
فلو حصل الخلل ده بتحصل اكبر خلل نفسي للطرفين، لا هي بتشعر برجولته ولا هو شعر برجولته ولا حاسس بقيمته اساسا. فالموضوع ده بيبقى خطير جدا. امتى بقى الحاجات دي كلها بتتعالج؟ لو انا عندي ناس عندها اخلاق اساسا. يعني الاخلاق هنا بقى مختلفه. يعني لو انا ناس بتخلي بالها من كلامها، ناس بتبقى حاسه يعني لو لو هنا قلنا ان الاسره دي اسره محترمه واسره متربيه، الراجل رغم ان هو اتجوز جوز بنتي عندي ولا كاني موجوده، خلاص قاعد هو في شقته ما بسمعش ايه اللي بيحصل بينه وبين بنتي، كل واحد عارف حدوده، ما بتدخلش في حاجه، هو هيبتدي يشعر انه في بيته. لكن انا اللي اديله الشعور ده لان هو اللي عندي داخل عندي غريب. والعكس مع البنت. انا اللي ابتدي اقول لها ده بيتك حبيبتي، انا ماليش دعوه، ما اجيش اقول لك شيلي الكرسي ده وحطي ده هنا واعملي ده هنا. انا ماليش دعوه، لو انا شعرت وقعدت مؤدبه وتصرفت كده خلاص دي هتبقى امي بقى. هتبقى امي. بالعكس ده في ناس بتحب حماتها اكتر من امها، يعني في ناس كتير جدا بتحب حماتها اكتر والله بتبقى حاسه بفرق، حن عليها من امها، حن عليها من امها. بس هي القضيه هنا ان انا اعرف منين، يعني اعرف منين ان انا هعيش ازاي. دي بقى للبنات اللي هي المقبلين، يعني اعرف منين. في حاجات كتير، يعني انت ممكن تبقي متجوزه مع خالتك في بيت عيله وتشوفي المر. وهي حماتها حماتها يعني مجرد ما هي خالتها بقت حماتها بقت عزيزه. اوقات البنت ومامتها بيتخانقوا في البيت، يعني مش شرط انها تكون حماتها، يعني برضو لازم الواحد يبقى رحيم بالكبار. لا يعني هي برضو لازم تبقى رحيمه بحماتها، تبقى فاهمه برضو رحيمه. انا ما احنا بصي الرحمه والحاجات دي ما فيهاش نقاش، انا مش دي اللي بتكلم فيها. انا بتكلم في جزئيه انا النهارده لو انا انا هعملها اوكي زي امي وكل حاجه. ايوه بس هي كمان تعاملني زي بنتها. لازم ده لازم الشعور ده يتواجد. طبعا طبعا. طيب في برضو نقطه بس لازم ناخد بالنا منها حتى لو هم كويسين. ان العلاقه حساسه يا ايناس، يعني النهارده انا امي لو شتمتني هي هتقبلها. امي هتعدي هي امي. انا عمري ما هشك انها بتكرهني. صحيح. لكن لو حماتي قالتها انا هزعل قوي، هقول دي مش ممكن تكون بتحبني. يعني فما ينفعش هنا بقى ان تيجي الام الحما يعني بطريقه مثلا تلقائيه. زي ما بتشتم بنتها تشتم مراتها. تقول لك انا بقولت لبنتي كده وما زعلتش. انا بقول لك لا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. لازم يبقى في مراعاه. طبعا موقف حساس للغريب دايما. أيوة. سواء كان الراجل وجوز بنتي برضو غير نفس ابني. الكلام. أيوة. سواء كان الراجل او سواء كان الست. أيوة. في مراعاه بس ذوقيات شويه، عارفه كان في حاجه اسمها كده دقه الشعور. ايوه عارفه يعني ايه، يعني انا اكون دقيقه جدا في المشاعر، يعني ممكن حاجات صغيره جدا حساسه جدا تبقى هي سبب يعني انفجارات كبيره جدا. يعني انت ممكن تلاقي واحده جايه بتتكلم بعد 10 20 سنه زواج، عايشه في بيت عيله والدنيا تمام وزي الفل وحبايب وجميله وكل حاجه. او بمعنى ادق في مشاكل كتير بس الدنيا معديه. لكن انت مش عارفه ايه اللي تعيبها، لما تيجي تتكلم تقولي الله، تقولي الله انت كنت عايشه كويس والدنيا تمام، بتبتدي تقول لك لا اصل حاجه، وتمثل لك بقى حاجات تافهه بتبقى لسه فاكراها من سنين، تقعد سنين فاكراها. الماها رغم انها تافهه. ما هي مش تافهه، هي كانت كبيره عامله زي حصوه الكلى. أيوة. هي حصوه قد كده، ولكن لما بقوا حصوات كتير وعاملين زي مالوا الكلى كلها بقى، اتجمعوا بقى. أيوة. كتله كبيره. أيوة. حتى انا دايما اقول كده على النمل، يعني انت لو شايفه شويه نمل من بعيد انت ممكن تبقي شايفه بقره سودا كده من بعيد على الارض، والاخر لما تقربي تكتشفي انها نمل كتير. مجموعه نمل. قصدي حضرتك ان الحاجات بتتجمع. طبعا بتتجمع لما بتبقى تتجمع تبقى عامله كتله كبيره جدا، تبقي انت مش فاهمه ازاي، وعايزين نفكها علشان نحس انها الدنيا بسيطه يعني. بس لا الموضوع كبير جدا جدا. لا كبير وفعلا يعني صعب الواحد يسرده كله. وصعب ان احنا نقول لحد، مش عايزه حد ياخد من كلامنا شيء اكون واقع مني معلومه. لانه حضرتك انا النهارده لما استحاله 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 في برنامج ساعه ولا اتنين ولا 30 يوم كلهم لو اتكلمنا في بيت العيله هقدر اجيب لك كل الامثله اللي بتحصل في البيوت. لا طبعا بتحصل في البيوت حاجات كتير جدا جدا. لكن هقول للبنت اللي بتتجوز، لو جالك واحد وساكن في بيت عيله زي ما قلت في موضوع المرايه بالظبط، في موضوع التعدد انك تعدي مزاياه وعيوبه وصفاته، حسب رؤيتك انت لبيت العيله هل تعدي بيت العيله من المزايا ولا العيوب؟ حسب يعني شخصيتها هي، حسب حاجه كتير وحسب انطباعي وحسب فهمي للامور. اتفضلي نقف عند الحته دي ونرجع تاني. اتفضلي. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني مستنيينكم. We'll be right back.
تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من ايه طيب؟ من كل حاجة. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الاكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اهلا بيكم مره تانية، ولسه منورانا الدكتوره جيهان حسين. طب انا اللي فهمته كده من حضرتك يا دكتوره ان انا ممكن اعيش في بيت عيله واعيش مبسوطه جدا وسعيده لو انا من الاول عرفت احافظ على الخصوصيه. طيب وعشان احافظ على الخصوصيه لازم اعمل حاجه مهمه جدا، لان انا ممكن ابقى عايزه احافظ على الخصوصيه ويبقوا اهل الزوج مش عايزين يحافظوا عليها، او بمعنى ادق مش عايزين بمزاجهم، بس هم زي ما قلت لك اتعودت من دول ولادها على كده والكلام كده. طيب هو الفكره في ايه؟ ان انا من البدايه المفروض ده الصح عموما، خدوها قاعده عامه في العرسان يعني وكده، ايوه، ان انا اتكلم في كل شيء. حتى لو مين هيشتري خضار يعني، ده شرعا ده الصح. اتكلم مع مين؟ مع زوج يعني، انا واحد اتقدم لي وخلاص في قبول، ايوه يعني اول زياره دايما القبول، ايوه، لان لو مفيش قبول خلاص اي كلام ملوش لازمه. ايوه حصل قبول وبدات اميل ليه، لكن متضايقه من بعض النقاط اللي انا خايفه منها، متخوفه منها، مش عارفه ارفضه ولا لا. فببتدي احط النقط على الحروف. هو قال مثلا نسكن في بيت عيله، هتقول له طيب انا على فكره بحب الخصوصيه جدا، ما بحبش حد يعرف عني حاجه، ما بحبش كذا، ما بحبش كذا، هل ده هيزعجك ولا انت ايه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هتبتدي تحط كل الضوابط دي. تمام، ده نصيحه يعني. وبتفهم من خلالها حاجات كتير. وبعدين خلي بالك حتى لو قال لها حاضر، ولو هو مش بينفذ الكلام ده هيبان، لانه هيبان في الخطوبه مثلا، قعدوا اتكلموا في حاجه يتفاجئوا بعد كده ان الام عارفاها وان هو بيروح يكر كل حاجه. قصدي حضرتك انها تستشف اذا كان الكلام ده هينفذ يعني ولا لا. مش كل الوعود بتبقى صحيحه. تمام، فهي تبتدي تستشف في شخصيته. هل هو شخصيه فعلا مستقله، فعلا راجل يقدر يعتمد عليه يعني؟ في راجل خلاص مجرد ما بيتخرج بيبقى مش عايز حتى اهله يساعدوه في حاجه، عايز ينزل بيقبل الشقه مضطر، لانه مش هيقدر يجيب شقه مبلغها كبير. لكن بتلاقيه بيجهز البيت وبيكلم مثلا في الشبكه، يبقى هم عايزين يفصلوا ويقول لا مش مهم مثلا. فبتلاقيه بيبان كان شخصيه مستقله ولا لا. فلو هو شخصيه مستقله خلاص انت هتكوني مطمئنه، عشان كده كنت بقول لك له زمام الامر، هو المسؤول. أيوة. طبعا يعني أيوة. هو مسؤول. فلو في الحاله دي هيعرف يعمل كنترول خلاص اوكي، يبقى انا هنا قدرت احافظ، اخد ابا زكيه بقى، اخدت النعم كلها، اخدت الجو الجميل بتاع بيت العيله والمزايا والامان والحاجات دي كلها. أيوة. وفي نفس الوقت اخدت ايه؟ اخدت حافظت على خصوصيتي بدون اي اشكاليات، وقللت وطئ المشاكل بنسبه كبيره جدا، وحافظت على حياتي باطول وقت ممكن لانها تستمر بدون ايه؟ مشكلات كثيره جدا. بس ده الاساس. طب لو حست، معلش في دقيقه كده سريعه، انا عارفه ان حضرتك دايما ما بتحبيش تقولي لا او ما لا ما تكملش الموضوع، لو حست ان هو شخصيته مش قويه، مش هيعرف يظبط لها الكلام ده كله، الوعود دي كلها، لا هي من حقها ترفض يعني. هي من حقها. بص برضو يا جماعه، عشان برضو من النقاط الخطيره جدا للناس اللي بتجيلها، ما تقولش هغيره، هقوي شخصيته. لا يغيره دي انسي. عشان يعني بس نكون صراحه، لا نشيل كلمه غيري دي. تمام ماشي. اصل اقول لك على حاجه، انا امتى بقول لاي حد انت ممكن تغيري الطرف الاخر اللي هو الزوج او الزوجه؟ هم زوجين اوريدي وفي اولاد وفي بيت قائم، فانا هنا هسعى وحارب علشان نعمل ازاي العلاقه دي تستمر
فهغيره بان انا اتغير فاكيفه معايا لكن انا اعمل ده مع واحد لسه متقدم ليه؟ يعني انا مش مطالبه ادخل حرب. لا واحد لسه متقدم وانا مش ضامنه مداه يعني. انا مش هدخل حرب يا استاذه ايناس. ايوه صح. انا مش داخله حرب. اكيد اكيد. انا هدخل زواج، عايزه اكون مرتاحه. صحيح. اقعد في بيتي مرتاحه، نفسيتي مرتاحه. أيوة. ادخل بقى حرب، سواء الراجل يدخل مع الست يفضل يقول لها انت بتعملي كده ليه؟ كلمي امي، اعملي كذا، اعملي كذا. انت طبعا عايز واحده تبر اهلك وتبر امك طبعا كده، في ناس اسر كده يعني. ايوه تبحث عن كده. وهي واحده ما تعرفش الكلام ده، ما بتكلمش امك منها. يبقى انت اعرف يا تبقى قابل الطبع، ولا يا اما ما تفضلش تفرض عليها انها تبقى حد تاني. يا تقبله يا ترفضه من البدايه. بس كده من البدايه. نفس الكلام. فحضرتك نقطه بس مهمه عايزه اقولها للبنات. تمام. يا حبيبتي انت لما بترفضي عريس انت ما بتتبطريش على النعمه. والله العظيم ابدا. ايوه. الناس اصل في رجاله كتير بترفضي عريس مش مناسب للي انت عايزاه. ولا مناسب. انا مش عايزه، انا حره يعني. ايوه للي هي عايزاه يعني. انا ربنا اداني الحق. ايوه. ان حضرتك تقدمي لي طبق فاكهه مانجا وما كلهاش. ايوه. كباب ومش عايزه اكله. ايوه. انا لا اقسم. ايوه. حتى لو جبتي لي عريس كده ملياردير انا رافضه. مش شرط ان انا اقبله. مفيش حاجه. امتى يتقال على ده تبتر؟ لو هي متبتره غرور، يعني انا بقول انا استاهل احسن من كده. لا 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 ما ينفعنيش ده. انا عايزه راجل احسن من كده. ايوه. هنا تبقى دي متبطره على النعمه. وتزول منها. أيوة. لكن اللي بترفض حقها. انا مش بحب مش بحب الفاكهه دي وبحب البرتقال ومش عايزه اكل مانجا. مفيش تبتر على النعمه. مفيش حاجه اسمها غاويه فقر. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. تمام. طيب احنا بصراحه ما بنشبعش من الكلام مع حضرتك، بس الوقت برده جري، فاحنا عايزين سؤال الحلقه. طيب بما اننا بنتكلم بقى عن بيت العيله، سؤال الحلقه عن بيت العيله. تمام. يعتبر بيت العيله في نظر الدارسون لنظام الاسره. تمام اوكي. يعتبر بيت العيله في نظر الدارسون لنظام الاسره من انواع الاسره، الاسره النوويه ولا الاسره المختلطه ولا الاسره الممتده؟ فرصه بقى. تمام. عشان تتعلموا، لانه لو انتوا بتدوروا على الاجابه انا ده غرضي، انا نفسي كل يكسب. ايوه. وانتوا بتدوروا على الاجابات انا ده نيتي يعني. تبقى فرصه ان انتوا تعرفوا معلومه جديده. ايوه. فربنا يعرف انواع الاسر. كل حاجه كل النهارده بالنسبه للنهارده يعني كل سؤال. أيوة. يبقى احنا بنضيف معلومه وهو بيبحث. ابحث جوجل، ما عندناش مشاكل. ايوه. ماما يطلعش جوجل بيضحك عليه. مع كميه المعلومات كمان اللي بياخدوها من حضرتك. الله يخليك. ميرسي جدا، نورتينا، وان شاء الله مستنيينك بكره باذن الله. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم، ونستناكم بكره في حلقه جديده وعنوان جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك.